سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وخير قدوة لخلق الله أجمعين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه في الميامين. أما بعد فيا عباد الله ومن يتبصر في الامور ويجلها بكل ذي قصه اختراعه صراط الذين انعمت عليهم ذلك ان الذين خطروا ويحذرون من عن تكفير التكفير فلذلك